إذن مشاهدينا للحديث حول هذا الموضوع، موضوع حال الرياضة اليمنية في محافظة تعز، ينضم معنا عبر الهاتف من تعز الأستاذ أيمن المخلافي وهو مدير مكتب الشباب والرياضة في المحافظة. أهلا وسهلا بك أستاذ أيمن. مرحبا بك أخي العزيز، ومساءك سعيد وجميع السادة المشاهدين. مساءك أيضا سعيد إن شاء الله. نتحدث إحنا عن حال الرياضة اليمنية بشكل عام في هذا البرنامج، واليوم خصصنا عن حال الرياضة في محافظة تعز. لو تجمل لنا كيف حال الرياضة في محافظة تعز هذه الأيام؟ والله حاليا تعيش محافظة تعز بعد انتعاشة كبيرة للرياضة والرياضيين في محافظة تعز، تعيش مرحلة توقف موقف بناء على تعميم وزارة الشباب والرياضة ومحافظة تعز بتوقيف النشاط الرياضي، يعني في ظل وجود وباء كورونا، لكن عاشت المحافظة يعني انتعاشة كبيرة ما قبل التوقف، ونهوض كبير في المجال الرياضي على في مختلف الألعاب الرياضية بعد توقف في عام 2015 و2016. انتعشت الرياضة وعادت الملاعب تمارس الألعاب المختلفة، وبدأت تعيش يعني انتعاشة رياضية في مختلف الجوانب، سواء في الرياضة في الألعاب الرياضية أو في ترميم المنشآت والبدء في عادة الحياة للرياضة. لكن حاليا هناك توقف بسبب وباء كورونا، إن شاء الله سنعاود بعد ما تنتهي هذه الجائحة. نعم طبعا، نتحدث احنا عن تعز، وتعز تعتبر يعني من اكبر المحافظات اليمنيه، وفيها يعني انديه نافست في كثير من الالعاب الرياضيه على مستوى الجمهوريه حتى على المستوى الخارجي، وبالتالي ما هي الجهود اللي قامت بها وزاره الشباب والرياضه ومكتبها في محافظه تعز من اجل اعاده الرياضه كما كانت في المحافظه؟ والله وزارة الشباب عملت بشكل كبير جدا، تفاعلت مع محافظة تعز، رغم أن محافظة تعز كانت تعاني شحة في الإمكانات، لكن تفاعل الوزارة ممثلة بوزيرها الأستاذ العزيز نايف الفكري الذي كان له دور كبير في التفاعل في إنعاش الرياضة في محافظة تعز. تعز يعني حاليا كان لوزارة الشباب والرياضة دور كبير في انتعاشة في انعاش الأندية من خلال المخصصات المالية للأندية. حاليا تعز تشارك في العديد من البطولات على مستوى البطولات العربية في مختلف الدول وفي مختلف الألعاب. أيضا تعز مشاركة وبحضور قوي سواء في المنتخب الوطني أو في منتخب الناشئين لكرة القدم. في منتخب الناشئين كان لتعز حضور في 5 لاعبين من مختلف الأندية الرياضية في المحافظة. فنقول أن محافظة تعز عادت للواجهة وعادت للصدارة بعد توقف بسبب الحرب والحصار التي عانت المحافظة. تعز هناك جهود كبيره تبذل من اجل اعاده تعز للصداره والواجهه. كانت تعز وستبقى وستظل هي رائده الجمهوريه في المجال الثقافي والمجال الرياضي، وان شاء الله هي الان تعود للصداره. تعز اليوم يعني لا توجد اي حي الا والرياضه موجوده، كل الانديه سواء انديه المدينه او انديه الريف انديه متفاعله ولها نشاط ولها حضور قوي في المحافظه. ايضا في اخر دوري تنشيطي وفي اول دوري تنشيطي منذ بدايه الحرب كان هناك حضور لمحافظه تعز في سيئون، وكان النادي الاهلي حاضر الى المربع الاخير وكان وادى اداء طيب واداء قوي. تعز ان شاء الله لولا هذا التوقف بسبب الجائحه لكانت الانطلاقه مستمره ولكانت الانديه انديه محافظه تعز عادت للصداره الكره اليمنيه. جميل. طيب احنا نتحدث الان عن الدعم، خلينا نتحدث قليلا عن الدعم. كما اسلفنا ان محافظه تعز فيها العديد من الانديه الرياضيه في كره القدم ومشتقات الرياضه الاخرى. طيب هل هناك دعم كافي لمحافظه تعز رياضيا من مكتب الشباب والرياضه او حتى من السلطه المحليه في المحافظه؟ حقيقه اخي العزيز، الدعم ليس بالصوره الكافيه وليس بالشكل المطلوب مقارنه بحجم يعني حجم المحافظه
وكثافة سكانها وعدد الرياضيين فيها وعدد المنشآت فيها. الدعم لا يناسب الوضع، وخصوصا مع توقف أوجه الدعم من خصوصا صندوق الشباب في عدة مجالات، في مجال الاسمنت وفي مجال الاتصالات وفي مجال السجائر. هناك العديد من الإيراد فيها من قبل الميليشيا الحوثية، وهناك القليل من الإيرادات، ومع ذلك هناك تفاعل، هناك تفاعل من وزارة الشباب والرياضة مؤسسة من الوزير نايف البكري، وهناك تفاعل من قبل السلطة المحلية مؤسسة من الشباب اللي شرفها محافظة المحافظة. ولولا هذا التفاعل لكان هناك قصور كبير في المحافظة. اليوم المحافظة السعيد بدأت بترميم ملعب الشهداء بتكلفة ما يقابل 90 مليون ريال وإعادة جميع مرافق الملعب. هذا دليل أن هناك تفاعل مع الجانب الرياضي، هناك تفاعل مع الرياضيين والرياضيين على السعيد. أيضا وزارة الشباب والرياضة قامت مشكورة بالعديد من يعني بدعم الأندية وإيصال مخصصات الأندية السنوية رغم عدم وجود الإمكانات الكافية، لكن هناك هل هذا الدعم أستاذ أيمن، الدعم الذي تحدثت عنه الآن لا زال مستمر حتى اللحظة؟ المخصصات المالية أقصد هذه التي من وزارة الشباب أو من السلطة، هل لا زالت تصل إلى الأندية الرياضية حتى هذا الوقت؟ أي بالفعل ما زالت المخصصات مستمرة، والمخصص الخاص للأندية هو مخصص سنوي ويتم توزيعه في أرباع السنة، ما زال مستمر. حاليا الموقف فقط ودعم الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا، لكن مخصص الأندية ما زالت مستمرة. أيضا بعض الدعم ما زال مستمر، بعض المساعدات العلاجية ما زالت مستمرة، هناك تفاعل وما زال الدعم مستمر. رائع جدا. طيب خلينا ننتقل الآن إلى موضوع البنية التحتية في محافظة تعز. طبعا اليمن بشكل عام تمر بأزمة سياسية وحرب واشتباكات، وطالت هذه الاشتباكات حتى الملاعب في كل منطقة تقريبا. بالنسبة للمنشآت الرياضية والبنية التحتية في محافظة تعز، ما هو حالها؟ طبعا المنشآت الرياضية في محافظة تعز بسبب الحرب والحصار يعني سببت هذه القوى الانقلابية على محافظة تعز بتدمير جميع المنشآت التحتية. كل المنشآت الرياضية في محافظة تعز تعرضت للتدمير، البعض منها بشكل جزئي والقليل منها بشكل كلي. لكن إجمالا نقول أن جميع المنشآت تعرضت للتدمير. حاليا بدأنا بإعداد الدراسات الفنية لإعادة ترميم المنشآت، اعتدنا جميع الدراسات وبدأنا في الترميم، بدأنا في ترميم ملعب الشهداء وجميع مرفقاته الرياضية والمرحلة الأولى من النادي الأهلي، وإن شاء الله مستمرين في بقية المنشآت. نعم. طيب خلينا نتحدث شوي عن فيروس كورونا ووصوله إلى اليمن ومن ضمنها محافظة تعز. كيف لابد أنه تأثر طبعا بطبيعة الحال أن كورونا بيأثر على كل القطاعات ومنها القطاعات الرياضية، حدثنا كيف أثر ذلك على حال الرياضة في تعز؟ والله حقيقة كثرت شلل في حركة الرياضة في محافظة تعز وتقيدنا كثيرا، يعني توقف النشاط سبب لنا يعني ارباك في حركة الرياضة في المحافظة، لكن نقول ان الرياضة ان شاء الله ستعود بددا بعد انتهاء من هذه الجائحة. هناك توقف سبب شلل للرياضة، لكن ان شاء الله نتجاوزها، وهذا في جميع القطاعات ليس في الرياضة فقط. طيب هل من رسالة أن تريد ان توصلها ولمن؟ من خلال برنامج ساعات رياضية. الرسالة أوجهها لإخواني والشباب والرياضيين والكباتن في جميع الأندية الرياضية، أنها يعني هي فترة وستزول إن شاء الله، وستعود الرياضة وستعود الرياضة مجددا. نصبر قليلا، نلتزم بالإجراءات الاحترازية قليلا، وإن شاء الله ستعود الرياضة في أكثر مما كانت. جميل جدا. إذا أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أيمن المخلافي مدير مكتب الشباب والرياضة، حدثتنا من تعز، شكرا جزيلا لك.